شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع العقد النهائي بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاج 2 بميناء سفاج البحرية. ينص العقد على منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجة، وذلك لشركة سفاجة لتشغيل المحطات بنظام المناطق الحرة الخاصة والمؤسسة من تحالف شركات أبوظبي للمواني. هذا ومن المتوقع أن تستوعب المحطة نحو 1 مليون حاوية سنويا، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن. كما ستسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل. تضمن العقد الذي تم توقيعه اليوم منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجة لشركة سفاجة لتشغيل المحطات، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة والمؤسسة من تحالف من شركات إماراتية على رأسها أبو ظبي للمواني وجولدن أنكور شيبس أوبريتور ليميتد سيلفر أنكور فاسيليتيز مانجمنت ليميتد، وتكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض أرض المشروع ونهو البنية الأساسية بواسطة الشركات المصرية وبتمويل مصري.